السلام عليكم، اهلا بيكم معايا النهارده. ان شاء الله هنعمل البطاطس الفريسكاس، هنعملها بطريقه حلوه قوي زي ما بنشتريها بالظبط من المحلات ومن المطاعم من النوادي. بجد يا جماعه نفس الطعم جدا ويمكن احلى كمان، بدون مبالغه والله. هتمنى ان انتم تجربوها وتقولوا لي رايكم فيها ايه. هنعملها بطريقه سهله جدا وبمقادير بسيطه، تعالوا بينا نشوف الطريقه والمقادير مع بعض. معانا بطاطس بقى مقطعينها صوابع، بس صوابع تخينة مش رفيعة، ما نرفعهاش. بصوا انا عاملة اهي كده، غسلتها وقشرتها وقطعتها. بصوا الشكل ده انا عاملاه ازاي بالقطعة دي، القطعة دي رخيصة قوي، مش غالية خالص، بتتباع في اي مكان ادوات، اي محل ادوات منزلية يعني، وبتدي شكل حلو نفس الشكل اللي بنلاقيها في الكوكودور. معانا ايه بقى؟ معانا احنا شفنا البطاطس اهي، كمية برضو اللي تحبيها. معايا كوباية مية، نشوف هحتاج منها قد ايه. معايا توابل ملح وفلفل وبابريكا وكركم، معلقة صغيرة من كل حاجة. معايا معلقة بيكنج باودر، معلقة كبيرة بيكنج باودر. معايا كوباية دقيق بس. هي دي مقادير البطاطس الفريسكاس. هنعمل لها ايه بقى؟ خلطة كده زي العجينة، احط الدقيق احط الباودر احط كل التوابل. خليهم يختلطوا في بعض كده. حط المية بتاعتي بقى شوية بشوية، نخلي بالنا عشان احنا عايزينها عجينة مش تقيلة. يعني هي عاملة شبه ايه؟ شبه الطحينة الخام بالظبط، لما بنبقى عاملين طحينة خام ولسه مخففناهاش بمية كده. شوية نقلب نشوف هنحتاج ولا لا. لا عايزين مية كمان. ناخد بالنا عشان ما تبقاش خفيفة مننا. عايزة ايه؟ شوية صغيرين قوي. خلي بالنا من الدقيق اللي بيبقى في الأرضين ده. هي عايزة شوية كمان، هما تقريبا بس لا مش هحطهم كلهم، بس كده اهي بقت تمام اهي. ده سمكها بس، انا ما خدتش الكوبايه كلها، وفاضل في الكوبايه حوالي معلقه يعني، ما نحطهاش ونقول مش هتعمل حاجه، لا احنا عايزين العجينه تبقى مظبوطه. هحط البطاطس بقى فيها اهو، حطيت البطاطس. هقلب بقى كويس قوي عشان الخلطه كلها تمتزج في بعضها.
والبطاطس كلها تاخد من العجينة اللي احنا عملناها دي. اهي كده البطاطس كلها اهي، هحطها بقى في التلاجة لمدة من نص ساعة لساعة، مش اكتر من كده. اهي كده كل البطاطس بقت واخدة من الخلطة اللي احنا عملناها، هحطها بس في التلاجة نص ساعة او ساعة بالكتير ونحمرها مع بعض. هحط بقى الزيت على النار، انا حطيت البطاطس كده في التلاجة حوالي ساعة الا ربع، يعني ما كملتش ساعة. اسخن الزيت كويس، اهي البطاطس بعد ما حطيتها اسيبها بقى تتحمر كويس. وبعد ما تتحمر بقى وتاخد لون ذهبي معانا، نطلعها على مناديل مطبخ بقى او ورق مطبخ معانا. وده شكل البطاطس بتاعتنا بعد ما خرجت من الزيت، البابريكا مدياها لون حلو قوي ومقرمشة جدا. بصوا سامعين الصوت، فظيعة بجد، طعمها حلو قوي. بس سخنة شوية، طعمها حلو قوي وهيعجبكم ان شاء الله. وزي البطاطس اللي بنجيبها من محلات بالظبط. اتمنى ان انتوا تجربوها وتقولولي رأيكم فيها ايه، وما تنسيناش بقى في اللايك والشير وسبسكرايب او اشتراك في القناة، واشوفكم على خير الفيديو الجاي. باي باي.